كابتن صاحب النشاط الكابتن فيرناند هو الكابتن، ولكن طبعا غاب هنا امامنا القائد جيراردي سجل. جيراردي سجل لسه بنحكي عن الكابتن وبالفعل القائد سبتمبر 2009. شوف حضراتكم هنا هيسكي عملها حلوه قوي والرقابه على روني، ياتي بالخلف للامام اللاعب جيرارد ويستلمها حلوه قوي ويغمسها بسن الحذاء بمهاره كبيره جدا. ادي امامنا جيرارد، شوف التحرك، شوف التحرك الجميل من جانب اللاعب جيرارد، يهرب من رقابه اللاعب ريكاردو كلارك ويخترق الدفاع. المنتخب الانجليزي ستيفن جيرارد يتقدم، وكان سجل على فكره من قبل.